شكل لحضرتك مفاجأة إنه ترامب يحصل على فلوريدا؟ لا يعني ما كانتش مفاجأة كبيرة قوي يعني، هم حسب ما ترين يعني تريدين يعني، اغلب المرات بالنسبة لتكساس وفلوريدا في اغلب الانتخابات واوهايو تحديدا، اغلب الانتخابات مع استثناءات قليلة جدا راحت للديمقراطيين. فتركيبة المجتمع على فكرة، ما هي دي تنوع والتعدد الامريكي الذي نتحدث عنه كثيرا. كل ولاية لها شخصيتها ولها ديموغرافيتها أو تركيبة السكانية لها، من جذور إسبانية لا يقبل شيء أو يقبل شيء آخر ويقبل الآخر ولا يقبل يعني، وهو تطلعاتهم إيه وتصوراتهم إيه. يعني أمريكا ليست لون واحد، هي متعددة الألوان وليس شكل واحد ولكن متعددة الأشكال.